يشد نور اليوم فيه ثلاث أخبار. أول خبر هو تسكير الطرقات من قبل أصحاب الشاحنات والناس علقت بسياراتها لساعات بالطرقات. تاني خبر هو عن رأي الرئيس نبيه بري بهيدا الشيء اللي صار اليوم. وثالث خبر هو عن لقاء بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري حول موضوع الانتخابات. لا يا سلام، لا اديني صافي اليوم مش بهذا الاسلوب ابدا. بعدين بالاضافه انه انا ضد بيع الكسترات والبرامج كم مره حكيت